تصعيد حكومي على أداء المبعوث الأممي، هل استيقظت الحكومة متأخراً أم أنه ما زال بإمكانها تغيير هذا المشهد المختل؟ وهل سترفض الحكومة التعاطي مع مارتن غريفيث حتى يتم تغييره؟ أهلا بكم. اتهمت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي مارتن غريفيث أنه غير محايد وغير نزيه، وخلال الأيام صعدت الحكومة من هجومها على المبعوث الأممي على لسان عدد من المسؤولين الحكوميين، فيما يبدو أنه موقف رسمي باتجاه مطالبة الأمم المتحدة بتغيير غريفيث. تأتي هذه الخطوة بعد احتفاء غريفيث أمام مجلس الأمن بالانسحاب الأحادي الذي نفذه الحوثيون في الحديدة قبل أيام، ورغم أن هذه الخطوة جاءت مخالفة لاتفاق السويد، إلا أن المبعوث الأممي أظهرها كانتصار كبير وحاول تصوير الميليشيا على أنها جماعة سلام كما يقول البعض. هل ما زالت الحكومة قادرة على تغيير المسار السياسي وكشف دور المجتمع الدولي في الأزمة؟ وما الذي سيغيره تغيير المبعوث الأممي إذا ما استمرت سياسة الدول الكبرى ذاتها؟ بعد 5 أشهر من فشل اتفاق السويد، الحكومة تشير بإصبعها نحو المبعوث الأممي مارتن غريفيث متهمة إياه بالانحياز لصالح ميليشيا الحوثي وعدم النزاهة. قيادات عديدة في الحكومة هاجمت غريفيث، لا سيما بعد إفادته في مجلس الأمن في 15 من مايو الجاري وتصويره للمجتمع الدولي أن ما سمي بالانسحاب الأحادي للحوثيين يعد تقدما كبيرا في حل الأزمة اليمنية. لكن السؤال الذي يطرح أمام الحكومة بعد التصعيد المتأخر، ألم يكن الكتاب واضحا من عنوانه كما يقال؟ فمنذ مباحثات السويد رفضت الميليشيا الخوض في تفاصيل الانسحاب وطبيعة القوات التي ستتسلم الموانئ، بل ورفضت التوقيع الخطي على الاتفاق. فهل كان هذا التعنت غير كاف للحكومة لمعرفة تبعات الأحداث لاحقا؟ رئيس المكتب الفني للوفد الحكومي في المشاورات محمد العمراني اتهم المبعوث الأممي بالانقلاب على اتفاق السويد وتحويره وفقا لرغبات الانقلابيين، وقال إن على المبعوث الأممي تطبيق القرارات الدولية لا التملص منها كما يحدث. وأضاف العمراني أن غريفيث تجاهل مسألة خارطة الألغام التي زرعها الحوثيون وفتح خط الحديدة صنعاء، وكذلك قضية رفع الحصار عن تعز. مراقبون يرون أن المبعوث الأممي يتحرك وفقا لحسابات دول كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن، الأمر الذي يكشف وجود أجندة دولية مشبوهة تذهب باتجاه استمرار الوضع الميليشاوي على حساب حضور الدولة وتعزيز مؤسساتها في البلد. فما هي إذن خيارات الحكومة الشرعية في ظل هذا المشهد المعقد؟ اللافت أيضا خفوت دور الرياض وأبو ظبي سياسيا وعسكريا في ملف الحديدة وصمتهما عن هذا المشهد العبثي بعد أن كانت قواتهما على بعد 5 كيلومترات عن ميناء الحديدة، ما يفتح السؤال عن أجندة التحالف أيضا الذي قال يوما أنه جاء لدعم الشرعية واستعادة الدولة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الدكتور فيصل علي رئيس مركز يمنيون من كوالالمبور، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير دكتور فيصل. أهلا وسهلا، مساء الأنوار. أهلا بك دكتور فيصل. إذن طالب رئيس المكتب الفني للمشاورات عضو الوفد الحكومي محمد العمراني بإنهاء دور المبعوث الأممي مارتن غريفيث واتهمه بعدم الحياد والنزاهة، برأيك هل تأخرت قناعة الحكومة واتهاماتها لغريفيث أم أنها جاءت في وقتها؟ منذ تعيين المبعوث الأممي غريفيث وتحدثنا وتحدث آخرون غيرنا أن هذا الشخص أتى مستندا على جنسيته البريطانية ومستندا على تاريخ بريطانيا في اليمن ومستند على أن الملف اليمني هو بيد السلطات البريطانية، ومن ذلك الحين تم التحذير من هذا المبعوث قبل أن تبدأ هذه المشاورات في ستوكهولم. تم التحذير من أنه ربما يحرف مسار القضية اليمنية. تحدث كثيرون، يعني لا تحضرون الأسماء
لمن تحدثوا، لكن الحكومه لم تستجب لكثير من المتحدثين والناصحين الصادقين لها. عندما ذهبوا الى ستوكهولم كان الاتفاق واضحا بانه سيكون لصالح الميليشيات، واصيب الشارع اليمني بخيبه امل، وكثرت التحليلات السياسيه يومها، وكثر المتحدثون ان المفاوضات صفت لصالح الحوثيين. صمتت الحكومه كل هذه الفتره، وصمتت عن ما جرى في حديدة عندما تم تغيير المبعوث الهولندي العسكري كامبر. صمتت الحكومة، كانت تستطيع أن تتحدث في ذلك اليوم، والآن الحكومة لم تتحدث. طبعا الشرعية لم تتحدث، الحديث باهتا وإنسان الزميل العباني وزميل عبادي هما لا يمثلان لا في الشرعية، واحد ناطق والآخر اللجنة الفنية. رئيس الوفد المفاوض لماذا لا يتحدث؟ لماذا لا يتحدث وزير الخارجية ورئيس المفاوض؟ بالتأكيد لماذا لا يتحدث رئيس الحكومة عن هذه القضية؟ يتحدث الرئيس ولا يتحدث؟ لماذا يربط إلى صغار الموظفين؟ هذا فإن الحكومة لا تتعامل وإنما تستجيب لدعوات ناشطين، ربما هي غير لكن ألا ألا يعني نستطيع أن نعد حديثهم أنه جزء من رغبة للحكومة؟ نعرف تماما يعني بأنه لم يكن يفتح مثل هذا الملف فيما قبل، ولا على العكس يتم شكر جريفيث في كل مناسبة يتم استضافة أحد من أعضاء الحكومة، ولكن هذه المرة تغيرت النبرة. تغيرت النبرة تحت ضغط الشارع الذي شاهد الفضيحة التي حدثت. سلموا لأنفسهم بأنفسهم الموانع، وهذا ما كان يخشى منهم من البداية. إذا كانت الحكومة قادة فليتحدث رئيسها، فليتحدث الرئيس هادي، فليتحدث وزير الخارجية على أقل تقدير، حتى يتم التعاطي بقوة مع هذا الأمر. لماذا نضعف جانب الشرعية وجانب الحكومة وهما الجانب الأقوى وهما الجانب المستند على الشرعية الدولية وعلى الشرعية الشعبية؟ واليوم لدينا مجلس نواب، كل القوى لدى السلطة والشرعية والحكومة، لكن الضعف أداء باهن. الآن ما يدرينا أن الرئيس هادي لن يشكر جريفيث في الخطاب القادم أو في الحوار القادم. ما يدرينا أن الحكومة ستكون قادة وستؤكد على ما قاله الأخ المهندس محمد العمراني أو الأخ راجح بادي أو الشيخ صغير بن عزيز. نعم، هل سيؤيدون هذا الطرح أم سينافضون أنفسهم في كل مرة؟ نعم، إذا اسمح لنا دكتور فيصل أن ينضم معنا أيضا الدكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي والحقوقي عبر سكايب أيضا من كندا. مساء الخير دكتور عبد القادر. مساء النور والعافية. أهلا بك. إذا دكتور، القرارات الدولية حبر على ورق يتعامل معها المبعوث الأممي، هذا ما وصف به محمد عمراني رئيس المكتب الفني للمشاورات الوفد الحكومي، ما هو تعليقك على هذا القول؟ مارتن جريفيث معه جزيرة لوحده عايش في بها، وهو أصلا ممكن يعيش في أي جزيرة تعجبه ما يهمناش، لكن مصدر قوته هو وقوف بلاده بريطانيا والسفير البريطاني ووزير الخارجية البريطانية، لدرجة أنهم حتى بيمولوا أشياء وبيكبدوا حكومتهم تكاليف مش أصلا عليهم في عملية إعداد التمهيد للإعداد لموانئ الحديدة اللي تستلمها شكليا الأمم المتحدة. فجريفيث عايش في عالم لوحده وبيعمل أشياء غير مقبولة كثيرة جداً جداً. شريط الأشياء الغير المقبولة طويل خالص، لو حبيتي نبدأها من الآخر. نعم. من آخر الزلات والسقطات اللي بيوقع في بها والأخطاء والأشياء اللي هي بتضر بنا في اليمن، بتضر باليمن كلها، بالشعب اليمني كله،
مش بس بحكومة الشرعية. آخرها كيف يقول ولا يدي كلمة على اتفاقية تبادل الأسرى اللي هو أصلاً صاغها بإيده في ستوكهولم، هو صاغها بإيده كيف ولا يدي ربع حرف عنها. الثانية اتفاق النص اللي كتبه هو بنفسه على تخفيف الحصار على تعز، ولا كلمة ولا فتح الموضوع خالص. الموضوعين لا يناسبان الحوثي، وبالتالي هو يتماهى مع الحوثي وينفذ ما يريد الحوثي. أما الطامة الكبرى فهي مسألة الحديدة. مسألة الحديدة مش بس بينفذ اللي بيتماهى مع طلبات الحوثي، كمان بيزيد يغطي على كذبات الحوثي ويكذب مع الحوثي ويشاركه بالكذب. وبعدين مش بس يعملوا الاثنين هذه، هو الحوثي يكذب وهو يغطي على كذباته بكذبات ويقول على ما عمله الحوثي أنها أشياء إيجابية، إلا كمان يزيد أنه يقول أن الحوثي قام بخطوات إيجابية. يعني كيف ممكن نقبل إحنا بمثل هذه الأشياء؟ مش ممكن، مش ممكن الواحد يقبل بهذه الأشياء. إذن أعود إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، يعني في سبيل إحياء عملية السلام في اليمن، ما الذي حققه المبعوث الأممي منذ تعيينه إلى اليوم؟ يعني هناك من يقول أنه، وربما تحدث الآن دكتور عبد القادر، أنه لا يقوم إلا بتمكين الحوثيين والإصباغ على عملياتهم وسيطرتهم شيئا من الشرعية وتغطية كذباتهم كما وصفها دكتور عبد القادر. دعيني أوجه عبر القناة تحية لدكتورنا عبد القادر، وهو أكثر من كتب عن جريفيث، وأنا من المتابعين له يعني منذ تعيين جريفيث إلى اليوم، هو أكثر واحد تحدث عن هذا الموضوع. نعم. ربما الآن يتحدث بلغة بسيطة، لكنه كتب كتابات ثقيلة حول هذا الموضوع. ما أنا أوافق على كل ما قاله الدكتور أن جريفيث قام بتمكين الحوثيين وهيأ لهم الأجواء ويسندهم بمثل هذه القرارات، يتماهى مع قراراتهم، يتماهى مع إرادتهم. أين السلام الذي شهدت؟ كان الأولى أن تحل قضية الأسرى كما تحدث أستاذنا الدكتور الجنيد، وكان من الأحرى أن يتم التخفيف الحصار عن تعز، أو ما قاله الأخ محمد عمراني فتح خط الحديدة صنعاء. كل هذه القضايا وغيرها يعني قضايا لم يفعلها. جريفيث هو كارثة بالنسبة للقضية اليمنية، والمطالبة بتغييره أتت مبكرة، وما زالت الآن الأصوات تتصاعد. نتمنى أن تستجيب الحكومة اليمنية لما بدأت بالتصعيد، وتطلب من الأمم المتحدة ومن الأمين العام للأمم المتحدة بتغيير هذا المفهوم. ربما لن يكون هناك يعني لحظات كبيرة على مسألة بعضه أو تنطلق عليه آمال، أقل هذا الرجل يتعدى على القضية اليمنية ويسوي إرهاب يعني بما يتماهى معهم، يذهب ليلتقي بنشطات روسيات بعمل خارج إطار عمله، ويحمل الشعب اليمني كثير على يضاف، ويذهب كما يقول يشكر المعتدين، يشكر الانقلاب أنه حقق الكثير وقدم الكثير. الملف الشخصي والسيفي لجريفيث أكثر، لكن الأسماء اليمنية والسلام لا يستمع لها ولا يستمع للشرع اليمنية، إنما يستمع لهذا المبعوث. إن الأولى تغيير هذا أو المطالبة بالتغيير. الرسائل اليمنية وصلت من الشارع أو من المحللين أو من قبل الحكومة اليمنية على الحكومة اليمنية على الشركة اليمنية حتى تستجيب لضغط الشارع وضغط شطير ضغط المحبين وضغط من يريد لليمن لا أن كثير لتحصل على القليل. نعم. إذن لو عدت إليك دكتور عبد القادر، برأيك ما جدوى الدعوات الحكومية المطالبة بإنهاء دور المبعوث الأممي مارتن جريفيث؟ ألف جدوى، لازم يستمروا في هذا الطريق.
جريفيث لا يعرف الطريق إلى السلام ولا إلى الحل السلمي، فذهابه لن يضر اليمن بشيء، لن تخسر اليمن أي شيء إذا انقلع جريفيث. لكن دكتور يعني اسمح لي عند هذه النقطة، يعني الذي سيأتي ما الذي سيقدمه؟ يعني هذا ثالث مبعوث أممي منذ لن يقدم. نعم يعني مثل سابقيه، وتحدثنا كثيرا عن سابقي، ويعني اتهم بذات التهم، يعني ما هو الجديد الذي سيأتي به الجديد؟ لن يأتي جديد ولا محل جديد أصلا. الفكرة هذه حكاية مفوض أممي لا يلتزم بالمرجعيات الثلاث بحكم التوصيف الوظيفي الذي على أساسه تم تعيينه، والذي على أساسه مجلس الأمن عين هذا الوظيفة. هذه مخترعة. المفوض الإممي لليمن معه درجة مش موجودة مع أي مفوض أممي في العالم، يعني هو نائب السكرتير العام للأمم المتحدة، يعني مركز رفيع للغاية وبإمكانيات وبمزايا مهولة جدا جدا، على أساس ينفذ المرجعية الثلاث. على الأقل كانوا الممثلان السابقان المفوضان السابقان كانوا يخدمان شفهيا المرجعيات الثلاث. هذا يمسح المرجعيات الثلاث بمساحة ولا يعيرهما أي وزن، ويهتم بأشياء عجيبة جدا، مؤتمرات نسوية مع احترام للنساء وحركة المرأة واحترام للمرتبات واحترام حل مشكلة البنك المركزي، بس هذه مش مهمته. هو بيهتم بأشياء مش مهمته وكلها بتصب عمليا وعلى الأرض في صالح الحوثي. السيدات النسويات أو الناشطات الغالبية العظمى بيخدمن الحركة الحوثية، في المرتبات بتخدم الحركة الحوثية، جمعوا للمنح من المانحين كلها بتصب في خدمة المجهود الحربي الحوثي. ما فيش فايدة، احنا لن نخسر شيئا. قولي لي شيئا واحدا فقط سيخسره الشعب اليمني او نحن او الشرعية او التحالف بذهاب ورحيل جريفيث. نعم دعنا نتحدث عن الفوائد او الخسارة دكتور عبد القادر، ما هي الفوائد التي سيجنيها الحكومة الشرعية ستجنيها من تغيير المبعوث الأممي؟ أول حاجة سيتوقف عملية معاملة الحوثي كطرف نزاع، وسيعود كمتمرد على الشرعية. جريفيث ومن وراء جريفيث يوميا، لكن الجميع أتى وتعاملوا معه كطرف صراع دكتور عبد القادر، يعني حتى لو أتى بديل سيأتي على هذا الأساس. لا مش شرط، هو دحين سنعيد نفس الكلمة الذي قلناه سابقا. لم تحدث ترقية الحوثي من طرف متمرد، من جهة متمردة إلى طرف نزاع إلى في ستوكهولم. وفي ستوكهولم حدث هذا بسبب مسألة خاشقجي. خاشقجي كانت ضربة لليمنيين وللحكومة الشرعية وللتحالف، وإحنا بندفع قيمتها حتى الآن. مليح إن نسمي الأشياء بأسمائها، مليح بعد لكي نتمكن من التعامل معها. نعم. إذا اسمح لي دكتور عبد القادر، أعود إليك دكتور فيصل، ما رأيك بحديث الدكتور عبد القادر مسألة أنهم يعني أن لم تمنح شرعية للحوثيين كطرف إلا في ستوكهولم؟ هناك من يقول على العكس، يعني منذ أول جلوس على طاولة الحوار تم التعامل مع الحوثيين كطرف صراع، ما هو رأيك؟ بالعكس، ما قاله الدكتور هو الصحيح. في ستوكهولم تم تعميد أن الحوثيين طرف النزاع وليس انقلاب. في جنيف واحد واثنين والكويت واحد واثنين كان يتم التحدث معهم، وكان صوت الحكومة مرتفع على أساس أن الحوثيين انقلابيين انقلبوا على الدولة، وكان القرار 22/16 هو المتصدر لكل هذه المشاورات أو المفاوضات. لكن في ستوكهولم يعني كان القرار 22/16 تبخر، وبدأنا نستمع
الى محادثات جديده. ما جرى في ستوكهولم دليل واضح على ضعف اداء الشرعيه. دعيني ادقق او اركز على هذه النقطه. في مفاوضات السلام الفلسطينيه الاسرائيليه، منظمه التحرير الفلسطينيه كلفت رفض مفاوض من حيدر عبد الشافي وحنان مشرف واسماء حفظناهم من نشرات الاخبار عبر تلك الحقبه في ايام المفاوضات. ما يجري اليوم الشرعيه كل فتره تكلف فريق اخر، تكلف موظفين يذهبون يبحثوا عن بدل السفر، لماذا لا تكلف رفض رفيع المستوى من القانونيين والحقوقيين والمتخصصين واصحاب الاصوات الحكيمه واصحاب العقول الناجحه ليقفوا سدا منيعا حول اي مغالطات يعني تطال الجانب اليمني او تطال القضيه اليمنيه او تبخس حق الشعب اليمني وحق الشرعيه والحقوق في هذه المفاوضه. تريد فريق مفاوض يعني مدرب مؤهل قادر على رفع الثمن عاليا واصلاح القضيه اليمنيه للناس. يتم تغيير الفريق بذهاب الان وحدثوا عن التيفت لم يجدوا ليس الوفد المفاوض لانه لم يسمع الى احد المفاوضين وانما المكتب الفني يتحدث. فهذه يعني خطوه غير جيده. على الشرعيه ان تحدد فريق واضح نعرفهم باسماء يظلوا هناك يحاولوا شيء ما دام لديها مهنيين لا نخسر، لكن تطوير المفاوضين كل مره يعني ياتي بالخساره على الجانب اليمني. نعم إذا اسمح لي دكتور فيصل أنت والدكتور عبد القادر أن تنضم معنا. الباحثة السياسية فاطمة الأسرار عبر الهاتف من واشنطن. مساء الخير أستاذة فاطمة. مساء الخير آسيا لك ولضيوف الكرام ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. أستاذة فاطمة، إذا اتهام الشرعية للمبعوث الأممي بالانحياز للميليشيا وعدم احترام الاتفاقات الأممية، برأيك كيف سينعكس على عملية بناء الثقة بين الأطراف واتفاق ستوكهولم ككل؟ يعني يبدو أن الحكومة اليمنية ما وصلت لهذا الاتهام وهذا التصريح إلا بعد ما طفح الكيل. يعني زي ما المتحدثين اليوم أشاروا إلى أنه الحكومة اليمنية من البداية وهي بتساير المبعوث الأممي في كل ما يقوله وأعطته يعني فرصة فوق الستة أشهر بحيث أنه يحاول أن يبني ثقة ما بين الأطراف ويحاول أن يعني يعمل ما هو الصحيح. المفروض أنه يكون محايد لكل الأطراف، لكن مع الأسف يعني التأخيرات اللي عملها يعني من أول ما الحوثيين ترددوا في تسليم الميناء ومسايرته للحوثيين يعني زرع هناك شك. فالآن بدل ما يكون عندنا فقط شك اللي هو في نوايا الحوثيين او الحكومه، كمان الان يعني طبق اللي هو الشك في نوايا الامم المتحده والشك في نيته فعلا في ايجاد سلام في اليمن. المشكله اللي عندنا الان انه السيد مارتن جريفيث مهتم بالدرجه الاولى بنجاح اي عمليه، يعني بتقديم للمجتمع الدولي انه هذه عمليه السلام في اليمن انا استطعت ان اديرها بشكل جيد واستطعت ان اقدم هذه المنجزات. فاعتقد انه منجزاته الشخصيه اصبحت يعني تطغى على الواقع اللي موجود في اليمن. وهنا اليمنيين يعني يصرخون لانه يعني يحسون بالظلم من هذه التصريحات. ف للواقع استعداده بأن يقبل جميع ما يقدمه الحوثي وتصريحاته المبالغ فيها أنهم يعني بذلوا قصارى جهدهم في التوصل لحل وأنهم بدأوا بهذا الحل، يعني يعتبر يعني شيء يستخف فيه على اليمنيين، وهذا غير مقبول.
فمع الأسف لو تكلمنا على بناء الثقة هنا، أنا أعتقد أنه المبعوث الأممي من غير ما أن يقصد عدم الثقة في أو مسح الثقة ما بين اليمنيين في الأمم المتحدة كمؤسسة حيادية يعني. نعم، هل نستطيع القول الآن بأن اتفاق ستوكهولم فشل أو انتهى؟ اتفاق ستوكهولم طبعا هو ستوكهولم، عندنا الحديدة وعندنا اتفاقية تفاهم تعز وعندنا المحور الأخير اللي هو التبادل الأسرى. نعم، يعني ولا واحد فيهم ماشي بالشكل اللي هو مطلوب. يعني أبسط شيء اتفاقية تعز، لماذا لم يستطيع أن يحرز فيها أي إنجاز؟ نعم، تبادل الأسرى كان ماشي، كان ماشي تمام ما بين الحكومة والمسلمين. نعم، والوسطاء الآخرين، وإلى أن بدأت يعني تدخل في اتفاق ستوكهولم حادت عن مسارها وأصبح المسألة معقدة أكثر. فيعني يبدو أنه حتى نعقد المسائل يجب يعني أن نجيب المبعوث الأممي حتى يعقدها. بس لا، كنت أريد أن أعقب أخت آسيا بشكل صدق. يعني أنا لا أتفق مع أحد ضيوفك الذي قال أنه هذه أجندة بريطانية وأجندة دولية وأن هناك مطامع أخرى في اليمن. لا أتفق من هذه الناحية، لأنه أعتقد أنه هذا فقط مجهود شخصي للأمم لمارتن جريفيث، ولم يكن مجهود موفق. وأيضا أعتقد يعني أنه مجهود يضع الـ humanitarian aid اللي هي المساعدات الإنسانية قبل اليمن. فهو أنا أعتقد أنه مارتن جريفيث بيحاول أنه يركز على مسألة الحديدة وميناء الحديدة، لأنه كان يعني همه الأكبر هو وقف أي عملية عسكرية تحصل في الحديدة من الأطراف اللي هي تابعة للتحالف. نعم، بالنسبة له هذا هو النجاح بالنسبة له. نعم، يعني هو كل ما يتكلم في المحافل الدولية يقول في أن أوقف الحرب على الحديدة، وليس أي ولا ينتبه لأي شيء آخر. نعم، إذن يعني في ظل عدم انتباه الحكومة لهذا المغزى، وفي ظل أيضا زعزعة الثقة التي قام بها يعني مارتن جريفيث حسب توصيفك، هل تتوقعي أنه أو كيف يمكن إنعاش عملية السلام في اليمن بهذا الشكل؟ يعني كل الخيوط ليست مترابطة مع بعضها البعض، تنقطع وتؤدي إلى اتجاهات مختلفة. نعم، أنا يعني نصيحتي بتكون للحكومة اليمنية أنها يجب أن تقدم رؤيتها للسلام في اليمن. يعني رؤيتها للسلام لا ليس من الممكن أن تأتي من الخارج، يجب أن تكون رؤية داخلية، ويعني مسار فيه يعني نستطيع فيه أن نحجم فيه من دور الحوثي. فيجب أن تقوم الحكومة بتقديم يعني الرؤية التي تريدها وتحطها على الطاولة، وتصحيح المسار السياسي والاقتصادي والإنساني، لأنه الوضع في اليمن يعني لا يتحمل. يعني نحن في تدهور مستمر، ويجب أن الحكومة تكون حريصة على السلام، لأنها يعني السلام هو يجب أن يكون خيارها. ولكن فنحن أنا لا أجد أن الحكومة تتحدث عن السلام يعني، وهذا شيء يقلقني. نعم، فيجب أن تأخذ الحكومة زمام الأمور هنا. وأعتقد أنه خطوة انعقاد البرلمان كان شيء جيد. أعتقد أن مشاورات أكثر مع البرلمان هي يعني ما تريده الحكومة، ووضع خطة داخلية وتكون أيضا باتفاق مع ال civil society اللي هو
المنظمات نعم منظمات المجتمع المدني نعم منظمات المجتمع المدني نعم. يكون منظمات المجتمع المدني وايضا المنظمات النسويه التي يعني انا احترم الدكتور عبد القادر الجنيد كثير ولكن لا اعتقد كما هو قال انها تخدم اجنده حوثيه انا اعتقد يعني انه بالاخر جميع النساء التي انا قابلتهن طبعا يعني لهم يعني زي اي مجموعات اخرى لهم نعم هو تحدث عن مجموعة من يعني لم يعمم دكتور عبد القادر نعم سأترك له المساحة للتعليق على هذه النقطة شكرا جزيلا لك فاطمة الأسرار الباحثة السياسية كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن دكتور عبد القادر إذن كثير من النقاط طرحتها وربما اختلفت معك في نقطتين أبرزها مسألة أن مارتن جريفيس مدعوم بأجندة بريطانية هي وجدت أنه مجهود شخصي لا علاقة له بأجندة بريطانيا أيضا نقطة النسوية والتي تحدثت أن أغلب الناشطات يملن للحوثي ويخدمنه بطريقة أو بأخرى تفضل أول حاجة أنا أرحم المفاوض الممثل للحكومة ولا يمكن أن أقبل أن أكون أحد المفاوضين الذين يمثلون الحكومة لأنهم في وضع سيء للغاية هم عارفين إيش يشتوا وعارف وعندهم قدرات غير عادية وعارفين أنهم لا يريدون إلا تنفيذ المرجعيات لكنهم يتعرضون لضغوط من وراء الستار من المجتمع من الذي يضغط على التحالف بلد زي بريطانيا بعدين بلد زي السعودية مش في موقف انها ترفض ضغط بريطانيا فتقوم تضغط على الرئيس هادي نعم. والرئيس هادي يضغط على الفريق المفاوض في ستوكهولم هذا حصل يعني احنا ما بنألفش تمام هانت راح لإيران وطلب مساعدة جواد ظريف في مسألة أنه يتجاوب في ستوكهولم وهو ما راح ما كانش الحوثيين أصلا بيروحوا ستوكهولم اللي خلاهم جواد ظريف هذا مكتوب وأنا قد كتبته تمام وكان قبلها لغاية ليلة توقيع هو ما حصلش حتى توقع على اتفاقية ستوكهولم ليلة الاحتفال المزعوم بالنجاح المزعوم لاتفاقية ستوكهولم حتى بعد منتصف الليل لم يكن أحد قد موافق الشرعية لم تكن موافقة بعدين حصلت اتصالات وقالوا لهم موافقوا كيف حصلت الاتصالات هذه؟ بريطانيا السعودية الرئيس هادي الوفد المكلف روح شوفي الصور حق المفاوضين وكلامهم كيف كانوا الواحد يبكي عليهم اللي عنده امباثي اللي عنده قدرة على تلمس شعورهم ويقرأ في صورهم كانوا في منتهى البؤس هذه النقطة الأولى أنا أرحم المفاوضين النقطة نعم سأعود إليك عند النقطة الثانية ولكن عند نقطة المفاوضين ينضم معنا أحد هؤلاء المفاوضين وهو السيد عسكر زعيل عضو الوفد الحكومي في المشاورات عبر الهاتف من الرياض مساء الخير سيد عسكر مساء النور لك وللأخوة المشاهدين وللأخوة الأعزاء الضيوف أهلا بك أتمنى أنك استمعت لحديث الدكتور عبد القادر وهو يتحدث عن يعني أنه يشعر بالأسى لأجل أي مفاوض في الوفد الحكومي لكثير من النقاط ربما أبرزها أن ليس بيدكم شيء وإنما يفرض عليكم الموافقة وخاصة في اتفاق ستوكهولم أنه إلى آخر لحظة لم تكن الحكومة موافقة وأتت اتصالات بجعلكم توافقون ما رأيك؟ شكرا جزيلا لك ولكل وجهة نظره وأنا أحترم وجهة الدكتورة والأستاذ عبد القادر على وجهة نظره لكنه ليس كما قال أنه كان يسترحمنا ولسنا بحاجة أن يسترحمنا أحد أو يرحمنا أحد على وجهنا البؤس بل بالفعل دخلنا هذه المشاورات ونحن أقوياء وخرجنا منها ونحن منتصرون وأنا أقول ونحن منتصرون لأن هذا الاتفاق الذي انتزعناه لم يكن للحوثي أن يخرج من موانئ الحديدة أو غيرها سوى هذا الاتفاق وإن لم ينفذه عمليا أو وصلت الأمور إلى هذا الحد الذي وصلت إليه لكن أقول على مستوى الاتفاق مباشرة الذي يعني رسمناه معا نحن كفريق واحد
وقوي جدا، وجاء العالم كله إلينا يستجينا وليس يضغط علينا، وجاء السفراء الدول الخمس الراعية وجلسوا معنا أكثر من 3 أيام يترجون على نص واحد نغيره، ولم نغير كلمة واحدة ولا حرف واحد. ما يقول الأستاذ عبد القادر هذه وجهة نظره ربما لأنه لم يكن حاضر المشهد، لكن نحن من حضر المشهد نعرف ما الذي صنعناه، ونعرف أن الاتفاق على رأسه مباشرة وقت إطلاق النار، وأن على الحوثيين في النقطة الثانية الخروج من موانئ الحديدة كما هو معروف في الاتفاق، وفي النقطة الثالثة عشر بالذات أنها تقع مسؤولية أمن ومدينة الحديدة على عاتق الأمن المحلي وفقا للقانون اليمني واحترام مسارات السلطة وفقا للقانون اليمني أيضا، وخروج الميليشيات الحوثية بمشرفيها من الحديدة. ولو لم يكفينا من الاتفاق إلا هذا النص، ثم النقطة الأخيرة في النص أن هذا الاتفاق لا يعد سابقة لأي اتفاقات لاحقة. فلا أدري الأستاذ عبد القادر على أي شيء يعني يعتمد حقيقة، لأن هذه الاتفاقات الذي حصلت أو هذه المفاوضات الذي حصلت أشرف عليها العالم، فلا بد أن يكون هنالك تواصل مع الحلفاء أو مع التحالف، ولا بد أن يكون هنالك تواصل مع الرئيس. وكما قال هو وأشار بعظمة لسانه أن بريطانيا هرعت إلى إيران إلى جواب ظريف حتى تضغط على الحوثيين ليوافقوا على الاتفاق. هذا حاصل لأن هذه اسمها مشاورات، اسمها تفاوضات. وإلا ماذا يريد منا الأستاذ عبد القادر؟ يعني أن نحمل عصانا وننفذ ما نريده نحن في الاتفاقات، أو يأتي الحوثيون ويركضوا؟ هذا غير منطق أساسا. نحن دخلنا المشاورات ونحن أقوى فريق ربما من في المشاورات السابقة كلها، ولم نخضع أبدا أبدا أبدا. إذن بعد الخروقات التي حدثت وبعد التحايل على ما حدث في استوكهولم سيادة العميد، يعني سمعنا راجح بادي يتحدث عن عدم حيادية ونزاهة المبعوث الأممي، كذلك تصريحات عضو الوفد الحكومي محمد عمراني، وهل يعني من خلال هذه التصريحات نجد أن هناك موقف حكومي ضد مارتن غريفيث؟ هل سيتم الإعلان عنه رسميا؟ لو كان هنالك أخت آسيا، لو كان هنالك ضعف في بنود الاتفاق لما التف عليها مارتن غريفيث، ولو كان هنالك ضعف في الاتفاق لما حاولوا أن يلفوا ويدوروا أيضا في التنفيذ، لو كان هنالك ضعف في الاتفاق لما حاولوا المساومات مع الحوثي حتى ينفذ أو حتى يذهب إليه مارتن ليستجديه حتى ينقذه من الفشل الذي وصل إليه في الحديدة هو وفريقه هو مايكل. ما حصل اليوم ونحن نعرف أن مايكل كان يهرع هكذا في الإحاطة السابقة التي يعني كانت قبل نعم هذه الإحاطة. أنا انتقلت من هذه النقطة سيادة العميد، يعني سألتك سؤال. نعم أنا سأقول يعني سآتي إليك، يعني قبلها مباشرة ذهب مارتن إلى صنعاء ليطلب من الحوثي مباشرة أن يوافق على تنفيذ المرحلة الأولى هذه في الإحاطة السابقة، وقبل الإحاطة هذه ذهب إلى الحوثي وضغط عليه الحوثي حتى يقول أن هذا الاتفاق يعني تم تنفيذه من طرف أحادي. نحن نرى اليوم أن السيد مارتن غريفيث ليس حياديا، بل إنه يعني كما تحدثت أنا سابقا أنه تجاوز بعض الحدود، وأنه يعني وصل إلى تصرفات نحن لسنا راضين عنها. نعم، لما لم يصدر موقف رسمي واضح حيال هذا الأمر؟ تصريحاته هنا هناك ولكن لا رئاسة. هل ما زلت معي سيادة العميد؟ انقطع الاتصال بالعميد عسكر زعيل. نعم أعود إليك إذا دكتور فيصل، استمعت لحديث العميد عسكر زعيل وهو يتحدث عن، هل استمعت إليه؟ نعم، يتحدث عن انتصارات مبارك للعميد عسكر زعيل، هذه الانتصارات المبهرة. فريق ضعيف وغير مهني، هذا ما قلناه من أول يوم إلى آخر لحظة، وأنا أكرر هذا الفريق غير مهني. نعم هذا يعني لكن هم يرون أنهم قدموا شيء كبير وأنه على العكس كان اتفاق قوي. جزاهم الله خير على تقديمهم، لكن الاتفاق كان مبهم وكل طرف من الطرفين فسره بما يخدمه. هذا التفسير الذي وقع اليوم، يعني هذا التصرف الذي وقع في الحديدة بناء على تفسير الحوثيين أعجب غريفيث ورفع كلام السلام. أين الانتصار الذي حققه عسكر فايل ورفاق في ستوكهولم؟ يجب تغيير هذا كامل والإتيان فريق مهني قادر على التصرف. أيضا هذا الفريق يجب أن يضغط عليه ووقف
سلطة سعادي من الضغط على المقاومين حتى ويعني التخويل الكامل حتى يقتل. كما قال الدكتور عبد القادر تعرضوا لضغوطات وكانت وجودهم يعني الطائر هؤلاء يتعرض يجب ألا يتعرض الفريق في المفاوضات لضغوط لا تستطيعه الحكومة اليوم والشرعية اليوم هو كالتالي طالب بإيقاف بيفت عن عمله بحث عن بديل ممكن لا يضحك ولا يضحك لم ينتصروا لا في غيرها بل كانوا في مفاوضات ومفاوضات جنيه كانوا بوضع أفضل يسمح لهم التصرف والتحرك لكن تم حصار القضية اليمنية وتم حصارهم شخصيا وشرعية في لا يضحكوا علينا نعم نعم معهم ولسنا ضدهم ولسنا مع الطرف الآخر بالمناسبة حتى لا يتحول علينا بعض الناس نحن مع الشرعية ومع الحكومة في قرارات مجلس الأمن على رأس القرارات من عشرة قطاعات نحن مع السلام مع الاستقرار في مع الاستقرار في اليمن وكلنا نطالب الأخت الفاطمة من واشنطن قبل قليل. إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل علي المحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب من كوالالمبور وأعود إليك دكتور عبد القادر. دكتور عبد القادر سأترك لك مساحة الرد على تعليق العميد عسكر زعيل حول النقطة التي ذكرتها وكذلك حول نقطة الأخت فاطمة والأسرار حول النسويات. تفضل. بالنسبة لنجاح الوفد الحكومي في ستوكهولم أنا خليك أنت الوكيلة حقك، أنت الوكيلة وش أزيد أساعدك بحاجة، ممكن لو سمحتي تستضيفيني بعد سنة نتكلم في الموضوع هذا تمام وقولي لي إيش حصل من ستوكهولم. أنا بقول الحين عشان ما تقوليش أنت قلت وأنت ما قلتش، أقول لك ولا حصل ولا الحكومة عملت شيء في ستوكهولم وبعد سنة لن يحدث شيء. نرجع للموضوع، باقي لي نقطتين. النقطة الأولية الثانية اللي يقول إنه اليمن ستصل إلى حل سلمي عبر مفاوض أممي مش فاهم الحوثي ولا فاهم اليمن ولا فاهم طبيعة الصراع ولا فاهم إيش اللي بيحصل من أشياء على الأرض. طبعا أنا ممكن أتكلم في ذا نص ساعة بس باختصار شديد لن يكون هناك اتفاق سلمي على الإطلاق بالوسائل الأممية الحالية. النقطة الثالثة اللي كنت أنا عايز أعملها إنه ما فيش إلا حل واحد، إنه الشرعية والحكومة والتحالف يبطلوا إنهم يتنازعوا بينهم البين على كل شيء ويخدشوا بجلد كل واحد بيخدش بجلد الآخر وجالسين يفاتنوا بين بعضهم البعض ويتحاربوا بين بعضهم البعض وما فيش قيادة واحدة. لا. يعملوا حاجتين بالعدد، يحسنوا الوضع في الجبهات ويحسنوا الوضع في الجبهات في المناطق المحررة. المناطق المحررة بتعيش في حالة كآبة واكتئاب غير عادي، والجبهات في حالة خمود وأحياناً أشياء بتبكينا على اللي بيحصل فيها ونرجع نفرح وبس في الآخر ولكن نرجع نبكي. يحسنوا الأشياء هذه والدنيا بخير. أما يستمروا بالوضع. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي والحقوقي كنت معنا عبر سكايب من كندا. ينضم معنا الدكتور علي العبسي المحلل السياسي عبر الهاتف من برلين. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. نعم، برأيك دكتور علي يعني انحياز الأمم المتحدة ومبعوثيها إلى الميليشيا وعدم فرض أي ضغوطات عليهم على العكس هناك يعني ربما إصباغ شرعنا لكل ما يقومون به مراوغتهم الاتفاق، هل هي دليل على توجه دولي يقضي بتمكينهم على الأرض أم هو ضعف من بسبب الشرعية؟ في موضوع سياسة المبعوثين الدوليين وسلوكهم تجاه الحركة الحوثية هناك منطلقين يؤثران على هذا السلوك. أولهما جنسية المبعوث وثانيهما أولا حركة الحوثيين هي حركة
غير دولية، يعني غير لا تمثل دولة، هي حركات تمرد محلي ليس لها أي علاقة دبلوماسية دولية، ولا تمثل دولة ولا تمثل حكومة، وبالتالي إمكانية الضغط الدبلوماسي عليها غير ممكنة، وإمكانية الحل العسكري هو ممارس عليها فعلا. يعني إذا المبعوثين والمتحدثين يمتلكون أوراقا للضغط على حركة الحوثيين، هم جل ما يمكنهم هو محاولة إقناعهم، أو ربما تصل بعض الأحيان إلى التوسل لهم للقبول بحل معين، أو تهديدهم في أحسن الأحوال بعودة الحرب وبعودة المعارك، لكنهم لا يستطيعون أن يجبرهم على شيء. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أعتقد فيما يختص بالمبعوث جريفيث هو لا يمثل الأمم المتحدة بقدر ما يمثل بريطانيا. نحن لا نستطيع أن نقول أن الأمم المتحدة تريد فعلا أو تجامل الحوثيين. من يجامل الحوثيون أو الجانب الحوثيين هي بريطانيا والسياسة البريطانية في المنطقة، والقائمة أصلا على استغلال التناقضات الاجتماعية والتناقضات المذهبية في الدول لبسط نفوذها وفرض سياستها على المنطقة بشكل عام وعلى الدول بشكل خاص. فما نراه الآن لا يمثل الأمم المتحدة بقدر ما يمثل السياسة البريطانية، ونحن نرى أيضا توافقا في التصريحات بين وزير الخارجية البريطاني، السفير البريطاني في اليمن، والمبعوث الأممي. ومن المفترض أن يكون هنا هذا التوافق. يعني هذا مسألة الآن نحن نكاد نجد أن من يمثل الأمم المتحدة ليس مبعوث أممي لكنه مبعوث بريطاني. نعم. إذا أعتذر منك دكتور علي العبسي لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.